كان أكو مبادرة لإدخال المساعدات إلى غزة، لحد الآن ماكو شيء صار حقيقي ودخل. هذه مدى أهميتها، يعني وين الواجب الدولي نحو إدخال المساعدات؟ صارت لازم إدخال المساعدات حاليا. يعني أنا باعتقادي بداية لابد أن يكون هنالك ضغط حقيقي من الشارع العربي والشارع العالمي للضغط على المنظمات الدولية والحكومات للتحرك من أجل إنقاذ غزة. كيف التحرك يصير العربي يعني؟ الأصل أنه يكون في تحرك دولي. يعني للأسف الشديد أنا مستغربة كل هاي الدول العربية، وأعذرني يعني أنا في نهاية الأمر فلسطينية وعلى تواصل مباشر مع هؤلاء الناس اللي بيموتوا يوميا، إحنا أصدقائنا وأهلينا اللي عم بيموتوا في غزة. يعني أنا ايضا يعني نتألم عليهم، يعني بالتالي هم اشقائنا واخواننا، ونحن عانينا بالعراق مثل ما يعانون الناس في فلسطين. يعني انا مستغربه حتى الان انه 23 دولة عربية مع دول العالم العربي والإسلامي لا تستطيع حتى الآن الضغط من أجل إدخال المساعدات. المساعدات دخلت، يعني هون صار في نوعا ما حالة من الإرباك لدى المشاهد العربي. نعم. ناس عم تحكي المساعدات دخلت، ناس بتحكي لا. هي فعليا في البداية كان هنالك حصار خانق، الشاحنات تكدست على معبر رفح. نعم. المعبر إلى الآن مغلق ولا يسمح له، يعني يفتح فقط بشكل محدود جدا، وتدخل المساعدات بشكل محدود جدا. يعني سابقا قبل الحرب كان فعليا هنالك سماح لدخول 600 شاحنة يوميا، وهذا يعني يعتبر بالحد الأدنى لحاجات القطاع. فعليا انت بتحكي أثناء الحرب ممكن تدخل شاحنة شاحنتين. نعم. ل 2 مليون شخص محتاج في القطاع. فاحنا عم نحكي عن حاجه حقيقيه. نعم حدثت هنالك يعني عمليات انزال جوي وتعاون من قبل بعض الدول بالانزال الجوي ساهمت في مساعده بعض الناس، لكن فعليا هذه العمليه لا تكفي حاجه القطاع. طبيعي. احنا بنحكي بمجاعه يعني حقيقيه ونشهد كل اشكال الاحتياجات. نعم.